هذا خالد انسان درويش وعلى قد الحال، مور الموت ديال باه هو اللي ولا مسؤول على عائلته. دور مع امو وخوتو وتحرك، داز من الجوطيه تما تبعت وحده كانت كتبيع البيصاره، بدات كتهضر معاه. هنا غنعرفو راه خطيبته 8 سنين وهي مجرجره معاه. فين ما تدويري على الزواج كيقول لها مازال ما جمعت راسي. ركب صاحبنا في طوموبيلته اللي ميته وكتحاسب وتحرك يخطف بليصات. في الطريق داز على بلاكه ديال الطوبيس تما ضرب على اختو شاده في شي واحد، باركات الطوموبيل وداز ليهم من اللور. اختو شافته تخلعات، ولكن خالد ما دار ليها والو حيت عزيزه عليه. ركبهم معاه في الطوموبيل وقصدوا لافاك. ملي وصلوا خلى اختو نزلات وغوت لذاك الولد، ضربها الحبوب واحد القجه وقال لي ديك البنت راه حطيت عليها اللي ورايا واللي قدامي، دير معاها ولها النوفر الكدار تاع بوك. بدا صاحبنا كيتفتف وقال لي راه فحال اختي. ديك الساعه طلقوا وتحرك قصد المطار هادشي بليصات. طريق بلي واحد صاحب اون بان حبس يشوف شو واقع، قال لي بلي معاه واحد المراه مزروبه وبغاه يوصلها. سولو خالد واش كاينه القرمومه مع، قال لي كلها قرمومه. هز ليها بالزها، نزل هذوك اللي معاه المول الطاكسي، ركبها وتحركوا. وهما غادي يوصلوا باش الا خرجوا في البوليس تقول لهم راه بنت خالته، حيت الا عرفوا خطاف غيصدقوا في شي طاب وشي مطاب. يلا قطعوا مسافه قصيره، ضرب صاحبنا على المرايه بانت لي واحد الطوموبيل تابعاهم. عطى الطوموبيل اللي في جهته وبقى كيدور في الزناقي باش يشوف واش تابعينهم. بالفعل لقاو فين ما مشاو كيمشيو موراهم. هنا دار لي معامره في خاويه دلعهم ووصل المرا لوطيل. حاولت تنزل الباكاج، بقى كيهضر معاها شويه، عرف بلي سميتها سعاد. في الاخير خلى ليها لاكارت ديالو وطلب منها تتصل به في اي وقت احتاجت شي حاجه. في الجهه الاخرى غنشوفوا واحد سميتو عبدو كيسمع الرجال ديالو الهضره حيت فلتات ليهم سعاد. في الاخير امرهم يقلبوا على داك الصاد اللي هربها ويحاولوا يجمعوا عليه المعلومات. ولكن علاش تابعينها وشنو بغاو منها؟ اجي نضربوا شي دويره للكوميساريه باش نعرفوا. في الكوميساريه غنشوفوا المحققين كيهضروا على راجل سعاد اللي كان كيبيع الاسلحه للعصابات، وداك عبدو واحد منهم. راجل سعاد ملي كبر ودار بلاصته مع العصابات قتلاتو المافيا الايطاليه، ولكن ما قدروش يوصلوا للمستندات اللي فيهم كاع الادله والعمليات ديال العصابات، ودوك المستندات كاينين دابا عند سعاد. هادشي علاش كيقلبوا عليها. النهار الاخر نشوفو عبدو كيهضر مع واحد سميتو رامز، قال لي يكون هاني حيت وصلوا لسعاد، وإلا بغى اليوم تبات ما تصبح. رد عليه رامز بلي ماشي مهم يقتلوها، المهم هو يخلوها تتأكد بلي بوها مات. رجع خالد للدرب واحد القضية مقمحة، داز على القهوة، تما تلاقى خو داك الساط اللي عطاه البلايص، قال لي الروسيطة اليوم كانت مقمحة، فين جعبتي؟ سولو خالد شمن جعبة؟ قال لي الباي ديالي من البلايص اللي عطاك خويا في لوطوروت. رد عليه خالد بلي خو عطاه بلاصة وهو ماله، ولكن في الأخير تعامل معاه في قهيوة، وخا بقى راسق فيه وكيقول ليه جعبتي. داز على دار خطيبته عطاها شي تقضيه وهو كيضحك معاها خرج باها. خالد تضحك وقال لي غير كنت كنهضر لخطيبتي في ودنها. بدا باها كيغوت عليه وقال لي 8 سنين هاد الخطبه راه تبيريمات. طلع خالد لدارهم سلم على خوتو، عطى المو التقضيه ورجع يكمل شي خدمه. غير هو خرج، خو كان يبسلت من الدار ورا اختو جا ابل من عند صاحبتها وخرجت حتى هي. في نفس الوقت غنشوفوا صاحبتها كتفق مع واحد الشيبان على 1000 درهم حيت غتجيبها ليه. وصلت عندها سولتها شكون هذا، قالت لها خالي. من بعد ركبتها حداه وتحركوا يجيبوا شي صخيره. غير بعدو شويه نزلت وخلات ربيعه معاه، بدا كيبسل عليها سيفات عليه ونزلات، وهو كيحاول يرجعها وقفت عليه مستافيط. صاحبنا علق وهي هزوها. يلا سال خالد الخدمه ودخل الدار، اتصلوا به البوليس. مشى كيطير عندهم تما لقى اختو، قال ليه البوليس يبلي لقاوها مع شي واحد في الطوموبيل وغير عرف اختو اتصل به. خالد كيسمع هادشي عطاه واحد التمرميقات، شكر البوليسي وتحرك. رجعها للدار، جلس يرتاح. سولت امه فين تعطلوا، جاوبها باللي جابها من السيبر باش ما يزيدهاش هم فوق اللي عايشينه. النهار الاخر يكون خدام فحال ديما حتى غتصل به سعاد. داز مورها للوطيل، وصل لها لشي عشاء مع صحاب باها. وشكون غيكونوا صحاب باها؟ عبدو ورامز. وهما كيتعشاو بدا رامز كيسولها واش خلى راجلها شي سندات وكيحشي لها التهديد. هنا سعاد طلع ليها الدم واتصلت بخالد يوجد راسو. خالد غيكون مسنيها حتى غيبانوا ليه شي بنات مايرين داخلين الفيلا. صاحبنا حساب لي حتى سعاد خرجت الطريق وكدير قله الحياه، ومنين جات هو كيتعامل معاها خايب. وصلها للوطيل، جبدات الفلوس باش تخلصوا، قال لها بلي ما باغيش فلوس الحرام. هنا تسيفات عليه وقالت لي بلي عندها شريكه ماشي داكشي اللي كيحساب ليه. في الاخير عطاتو الفلوس ومشات ساخطه. صاحبنا حس براسو دار الغلط وبدا كيغوت عليها، ولكن ما تسوقاتش ليه. الصباح غنشوفو عبدو في لوطيل اللي نازله فيه سعاد، وواحد من الرجال ديالو ضرب العامل ديال الباكاج، لبس ليه حوايجو وبقى عاصر على سعاد حتى خرجات. ديك الساعه دخل الشومبر ديالها وبدا كيقلب. سعاد حتى وصلت للباب وهي تفكر شي حاجه ورجعات. فهاد الوقيته صاحب لقى كارت فيزيت ضربها في جيبو، مع فتحات سعاد الباب ودخلت تخبع، وهي كتقلب على ديك لاكارت فيزيت اتصل بها مولاها، جاوباتو، قالت لي بلي يلاه لقاها كتقلب على لاكارت ديالو، من بعد خدات شي عنوان وخرجت، في الباب لقات خالد مسنيها بواحد البوكيلاوي، طلب منها السماحة، قبلاتها منو وعرضت عليه يخدم معاها ديما، ولكن بشرط ما يفتحش فمو، غير يشوف ويسكت، صاحبنا وافق، ركبها معاه وتحركوا. في الجهه الاخرى يكون عبدو ورامز كيفكروا كيفاش يوصلوا للسندات. قال رامز لعبدو يخطف بها اللي مخبعينو عليها في شي سبيطار ويخليه تحت يديه باش حتى الا دارتها ولا هاي يلقاو باش يهدوها. خالد وصل سعاد عند واحد الساط عطاهم شي عنوان اخر، من بعد تحركوا ليه. في نفس الوقت مشى عبدو والرجال ديالو للمصحه اللي كانوا حاطين فيها بوين سعاد، سولوا عليه تما اكتشف اللي شي واحد انتحل الشخصيه ديالو وخرجوا.
اتصل عبدو برامز علمو قلي اكيد سعاد لي مور هاد البلان. نرجو عند خالد، وصل سعاد العنوان وغيكون في الدرب ديالهم. طلعت لواحد الدار وهو مسني وقف عليهم مول الطاكسي. جعبتي بدا خالد كيتبتوخ دا خلص عليه قهوه اخرى بين ما تخرج سعاد، وهي مع واحد السيد في السطح ديال ديك الدار اللي طلعت ليها. غيكون عبدو الرجال ديالو كيسلخو داك الصاط اللي عطاه العنوان في الاول. نكرب اللي كيعرفها، ولكن مور ما دغمروا الفقيره معترف. سولات سعاد داك السيد اللي مشات عنده كيفاش مات باها، هنا غيصدمها ملي غيقول لها ربها مازال حي. سولاتو كيفاش هاد الشيء، رد عليها بلي رامز عبدو وراجلها لصقوا ليه كاع التهم، وقالوا ليه بلي الا بغى يفلت من الحبس خاصو يدير براسو حماق ويدوز شي مده في السبيطار. ولكن مور ما اكتشف بلي غير نسبوع عليه وبغى يخرج من السبيطار ويفضحهم. حدوه بالقتل ديالها ووهموها بلي مات باش ما تعاودش تقلب عليه مازال. في هاد الوقيته وقف عبدو الرجال ديالو قدام الدار. خالد كان ملاهي مع مول الجعبه وما ردش ليهم البال. ما وصلوا للسطح شدوها وضربوا صاحب باها. خلا واحد السيكوريتي لتحت وهو ساهي. جا خو خالد خطف ليه التليفون، دعوه ترونات. خالد بغى يشوف شنو كاين، بالصدفه هز راسو باللي داك القرع حط فردي على سعاد. دار عند مول الطاكسي قال لي بغيتي جعبتك تبعني. طلعوا للسطح وهما كيهدوا الشيباني بلا يقتلوها الا ما قالش ليهم فين مشباها. هز خالد حديده وجبدها مع بوصل على القلقوله غيبو. موراها طيروا ليه السلاح، بداو كيهدوهم وعلقوا. هبطوا كيجريو، ركبوا في الطوموبيل وعفات. ترى فيني باش شي بيبي دريفر وترانسبورتر، تا دار الخطاف واجرك على الله. هربوا لواحد البحر. تما بدا مول الطاكسي كينقر على خالد، قال لي طلبناك على جوج دريال صدقتي مدخلنا في مصيبه قد الخله. رد عليه بلي غادي يفاصلها. سول سعاد شهد شي واقع وهي كتعاود ليه الفيلم. غنشوفوا البوليس هازين ديك البنت اللي زرفات ربيعه مع داك الشيباني، حيت قدمات بنت اخرى وتكرفس عليها. موراها دازو هزو حتى خو خالد حيت كيخطف البزاطم والتليفونات. طلبات سعاد من خالد يوصلها للوطيل، قال لها بلي خايف لا يتبعوها تما، داكشي علاش غيديها تجلس في دارهم. مع وصل القمو كتندب. دخل سعاد وصاحبها للدار من بعد قصد الكوميساريه. كيدخل المكتب ديال الكوميسير، جا واحد جوج محققين وبداو كيسولوا شبين وبين سعاد. رد عليهم بلي جابها من المطار من ديك الساعه هو خدام معاها، واليوم بدات تاكل رفيسه في دارهم حيت عزيزه عليها. قال لي المحقق بلي راجل سعاد كان مافيوزي خطير ودابا محتاج المساعده ديالو باش يشدوا اللي متورطين معاه. في الاخير عطاه المحقق الرقم ديالو، طلب منه ياخذ خوه، ويلا وقعت اي حاجه كان كيظن بلي غتنفعهم يتصل بيه. رجع خوه للدار، قرصات ليه مو جنابو. موراها عاد ارتاحت بدات كترحب بسعاد وصاحب باها. قالت ليها بلي هاد الليله عندهم واحد العرس في الدرب، غتعطيه واحد التكشيطه ديالها وتديها معاها. سعاد فرحات وعجبها الحال. في الليل جمعوا كاملين وبقاو عاطينها الشطيح والنشاط. وسط العرس نضموا للجعبه ونوض خالد يغني ليهم. صاحبنا ما غير في الطوموبيل وخطف البلايص كاع الدياسك حافظهم. غنى ليهم ضحكوا ونشطوا. ملي سالات الحفله وكانوا راجعين للدار، غيبان بلي سعاد عجبها خالد. غير هي راه ما كاين لا نعيشوا غايه لا والو. طلبات منه يتزوج بيها، ولكن صاحبنا غيطلع الرجوله. قال ليها بلي 8 سنين وحكيمه مولات البصاره معاهم سنيه، داكشي علاش ما يقدرش يخوي بيها. ها علاش خاصك ما تربطش راسك حياتك كامله وانت مسني الزهر، ملي يجي يلقاك اوكيبي. النهار الاخر غنشوفهم وصلها للبنك جبد شي فلوس. دخلوا عند المديره، سولاتهم واش يشربوا شي حاجه. سعاد قالت لها شكرا، وخالد طلب منها تجيب لها شي نص نص وكرواسه. بدات سعاد كتشوف فيه، قال لها وشنو ما نفطروش. قضات الغرض مع البنك، دارت لخالد وكاله باش يتصرف فلوس ديالها الا وقعت لها شي حاجه. من بعد قصدوا المصحه اللي فيها باها، داروا براسهم مفتشين. صاحبنا دار المدير واحد الزربه ديال ولاد علي وخلاه يسرق لهم في السبيطار. بقاو كيدورو شومبر بشومبر حتى وصلوا اللي فيها باها، وهما ملاهيين معاه. غوت المدير لواحد وطلب منه يتاكد ليه واش بصح الوزاره صيفطوا شي تفتيشيه. ما داش بزاف ديال الوقت حتى رجع وداه معاه. هنا دخل خالد عند سعاد وبدا كيقول لها تاجل التعناق حتى للدار. عطاه صاحبو حوايج وخرجوه بيهم، والمدير كيهضر مع الوزاره وكيسولهم. بانوا لي خارجين، تبعهم كيجري، ولكن ركبوا في الطوموبيل وعفات. قدروا يعلقوا ليهم. مشى المدير للشومبر يشوف، تما لقى صاحبو في بلاصتو وحساب ليه بلي ما داو حد. يلا قطعوا مسافه قصيره، دوروا شي وحدين بالكاميوات وبداو كيدخلوا فيهم. عياس صاحبنا ما يحاول يهرب منهم، ولكن دخلوه في واحد الحافه. في هاد اللحظه وقف عليهم عبدو والرجال ديالو. دفعوا الطوموبيل طاحت وخذوهم عند رامز. قالها تعطيه المستندات اللي خلى راجلها. ردات عليه باللي واخا يقتلها عمرو غيحلم بيهم. بدا صاحبنا كيضحك وقال لي انا ما نقتلكش انت. من بعد دخل عائله خالد وقال لها نقتلهم هما. هنا خالد وقف، طلب منه ما يقتلش لي عائلته، وهو غيجيب لي المستندات من البنك حيت سعاد دايره لي وكاله. قال لي رامز برافو عليك، هذه هي الهضره. قبل ما يمشي طلب منه من فوق يعطي عائلته يدور معاه. سولو شحال بغى، رد عليه مليون. رامز وافق. خالد شاف وافق بالزربه طمع وقال ليه جوج. عاوتاني وافق بالزربه، ولكن مع قال ليه ثلاثه وافق. من بعد حط عليه السلاح وقال لي الا خرجت من فمك ربعا نفرك دار تاع بوك. فهاد اللحظه دفلت عليه سعاد وقالت لي قلبتي وجهك على جوج دريال. رد عليه بلي 8 سنين هو خاطب
دابا ملي جات الفرصه باش يعرس يضيعها. وهو غادي يسولو راميز فين غيتلاقاو، قال ليه راه مشارجي 100 ريال، انا نبيبي عليك وانت صوني عليا ديك الساعه نقول لك فين. دخلوهم للتيران، ما داش بزاف ديال الوقت حتى رجع صاحبنا هز واحد الجوا، قال لهم يعطيو فلوسه ويطقوا عائلته. خداهم للجعبه الشنطه ودازوا موراه. ديك الساعه طاح الجوا، راميز خداه هو فرحان، ولكن مع فتحو لقى خاوي. يلا نيشو فيهم وقتلوهم، هجموا عليهم البوليس. تشو الكوميسير ما كيعرفش يشد الفردي، طوروهم ضربوا لهم المينوط وهزوهم للكوميساريه. هكا قدر يعاون سعاد تعتقب باها، وفي نفس الوقت دبر على مليونات باش يعرس. النهار الاخر نشوفوا خالد كيودع سعاد وباها، شكروا حيت عاونهم. من بعد تحركوا في حالهم، وهو كف طوموبيلته اللي دي بانامور ما تهرست. المهم اللي محتاج شي كورسا يدوز عند الانستغرام يعطيه النمره ديال خالد. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. كان معكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.